السلام عليكم. بلغ سهرة اليوم الخميس منتخب مصر نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 والمقام بالكاميرون بعد تجاوز منظم الدورة ليصطدم بالسنغال في النهائي، وعرفت الجماهير الجزائرية فرحة كبيرة في المقاهي والشوارع، وكان المنتخب الجزائري هو من كان يلعب، بحيث كانت كل الجماهير الجزائرية تشجع مصر بعد خروج الخضر من الدور الأول مواجهة الدور النصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا بين الفراعنة والكاميرون، انتهت في وقتها الأصلي والوقتين الإضافيين بتعادل سلبي. وبعد اللجوء لركلة الترجيح فاز منتخب مصر بالأغلبية الساحقة في لقاء المربع الذهبي والذي جرى بملعب بولبية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وبعد هذا التأهل سيصطدم منتخب مصر بالسنغال في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل، فألف مبروك للمنتخب المصري الشقيق وبتوفيق في النهائي.